وللمزيد حول التصعيد بين الكاظمية والميليشيات في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الشيخ يحيى سنبل أمين وسر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. مرحبا بك معنا. يا أهلا ومرحبا، حياك الله. أهلا بكم. أمر قضائي باعتقال المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري، وهي طبعا مع ثلاثة قادة آخرين، وذلك بعد تصريحاته التي وصف فيها مصطفى الكاظمي بأنه غادر. كيف ترى هذه أو هذا الإجراء الذي لم تعتد عليه البلاد منذ 2003؟ حقيقة إن ما تمر به العراق الآن من سيطرة ميليشياوية واضحة وغياب لأي دور قانوني حقيقي في ضبط الأمور هو مما جعل هؤلاء الأشخاص يتطاولون على مؤسسات الدولة وعلى حتى من يدعي أنه القائد العام للقوات المسلحة، لأنه لم يستطع ضبط إيقاع هذه الميليشيات ولا السيطرة عليها ولا السيطرة على مفاصل الدولة العراقية. فكان هذا متوقع من أن الميليشيات تسعى للسيطرة بشكل كامل وتام على كل ما موجود في العراق، وهي تعتبر مصطفى الكاظمي أو من كان قبله هو نتاج هذه المنظومة التي حكمت العراق منذ عام 2003 برعاية إيرانية وواضحة وبرعاية أمريكية أيضا. لذلك فإن الكاظمي عندما أصدر هذه الأوامر أعتقد هو غير قادر حتى على تنفيذها، ولكن من باب حفظ ماء الوجه، لأن هؤلاء هم من يتمتع بالسلطة المطلقة في العراق، وإن الميليشيات أو ما تسمى كتائب حزب الله أو النجباء أو العصائف أو غيرها هي صاحبة القرار وفوق القوى الأمنية في اتخاذ أي قرار. نعم. طيب، هل يعد هذا الإجراء الذي اتخذ بحق واحد من قيادات الميليشيات، هل يأتي على خلفية ارتكابه جريمة السب في حق شخص الكاظمي رئيس الحكومة، أم أنه نهج جديد يريد الكاظمي به إرسال رسالة للميليشيات؟ حقيقة بأن الكاظمي حاول الموازنة، هو من اختار المجيء إلى رئاسة الوزراء في هذا الوقت التي تتنافس فيه أمريكا وإيران على النفوذ والمصالح في العراق، وأراد أن يوازن ما بين النفوذ الإيراني والنفوذ الأمريكي، لكنه غير قادر على ذلك لأنه لا يملك كاريزما القيادة ولا يملك الإرادة ولا يملك أبدا المقدرة في إدارة الدولة. لذلك جعل نفسه في موقف حرج أمام هذه الميليشيات التي تأتمر بأوامر إيران، وهذا أصبح واضحا عندما أرسل مستشاره ليستنجد بإيران للخلاص من هؤلاء الذين هددوه بقطع أذنيه، مثلما جرى عندما اعتقل مجموعة إطلاق الصواريخ في منطقة الدورة قبل ذلك، وجاءت كتائب حزب الله ودخلت إلى المنطقة الخضراء وأخرجتهم عنوة، بل إنه طلب من المالك حمايته من الدخول عليه في مكتبه في مجلس الوزراء. نعم. الكاظمي أداة ضعيفة في الدولة، وهو نتاج المنظومة الفاسدة التي حكمت العراق، ولذلك عليه أن يأتمر بالأوامر الإيرانية، لكنه أراد أن يخدع الأمريكان بأنه قادر على ضبط إيقاع هذه الميليشيات. طيب. وقادر على إنهاء الشيخ يحيى مظافر إيران. نعم، يعني هذه يعني من الرسائل التي يريد الكاظمي على ما يبدو أن يرسلها لأطراف معينة، هل نستطيع أن نقول أن ذلك يأتي من مخرجات الحوار الاستراتيجي الذي أجراه مع واشنطن منذ أشهر؟ حتى وإن كان هذا مخرجات الحوار وأراد أن يرسل، لكنه غير قادر على تنفيذ مثل هذه الأوامر القبض. نعم. نهائيا. الميليشيات هي أعلى من سلطته وأقوى منه، وإضافة إلى ذلك هي تأمره بالرجوع إلى الخط الإيراني وعدم الذهاب باتجاه الخط الأمريكي. لذلك قاآني بزيارته الأخيرة طلب منهم، قال بأن الكتل الشيعية بأن هناك تفاهمات مع الكاظمي عند استلامه لمجلس الوزراء، وعليهم أن يتركوه لتحقيق بعض الغايات التي طلبت منه إيران ذلك. نعم. طيب،
في هذا السياق الكاظمي صرح كما استمعتم بأنه لن يسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حياة المواطنين. السؤال هو، هل هو قادر فعلا على تحجيم نفوذ الميليشيات وعلى حماية المواطنين من هذا السلاح المنفلت، علما بأن العراق يشهد في كل أسبوع تقريبا عملية اغتيال في وضح النهار والكاميرات تصور ذلك، ولكن مع الأسف الفعل أو الجناة يعني طليقون لا أحد يحاسبهم؟ أخي الكريم، هذه التصريحات لا تقدم ولا تؤخر. هو منذ اليوم الأول الذي استلم مجلس الوزراء قال بأنه يريد أن يحصر السلاح بيد الدولة، والسلاح المنفلت هو صاحب القرار في الدولة، هو غير قادر على ذلك مطلقا، وهذه مجرد شعارات لخداع أمريكا وخداع الدول الإقليمية والعالمية التي كانت تنظر إلى العراق بأنه سوف يكون دولة ديمقراطية ودولة كذا، فإذا به يتحول إلى دولة مافيات وعصابات وميليشيات. والكاظم هو نتاج هذه العملية، وقبل أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو كان رئيس لجهاز المخابرات، والمفروض أنه يعلم كل ذلك. يجب أن يحقق هذا خلال الأسبوع الأول من توليه رئاسة الوزراء، ولكن إلى الآن وبعد 7 أشهر نحن لا نسمع منه إلا التصريحات الجوفاء التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤدي إلى أي حالة من حالات الاستقرار التي يمكن أن يطمئن لها المواطن في العراق، سواء في بغداد أو في المحافظات الأخرى. لذلك ترى عمليات الاغتيال والقتل تجري في وضح النهار وأمام مرأة، والرجل لا يمكن إلا أن يعطي الكلام المعسول والمواعيد بأننا قررنا وأننا سوف وسوف، والمواطن يشعر بحالة خيبة أمل كبيرة مما تسير نحو البلاد نحو انهيار تام في كل شيء، ووصلت إلى حد راتب الموظف والمتقاعد التي لا تستطيع الدولة تأمين حتى رواتبهم من جراء مشروع الفساد الكبير التي ترعاه هذه الميليشيات وتسعى إليه هذه الأحزاب الفاسدة من أجل تضخيم مواردها وسرقة موارد الشعب والدولة. شكرا جزيلا لك شيخ يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية.